صباح الخير، يسعد اوقاتكم. اليوم راح احضر شاكريه. عندي هون رقبه ما فيها عظم، وهون عندي كمان قطعه من المثلي او سلسله الظهر. انا لانه بدي ابعت سكبي لجيراننا، لهيك بعتت جبت قطعه تاني، لانه هذوكي ما فيهم كميه كافيه مثل ما شايفين، يعني نص راح يكون عظم. وهوني جهزت برغل، اخذت 3 كاسات، هذا برغل شغل حمص. وهون عندي رز نوعين، قصير مثل ما شايفين وطويل، ما رح انقعهم هلا لبعد ما اسلق تقريبا اللحمه. هاي اللحمه بدي اقطعها لقطع. وهون جهزت بصلي ورق غار وهيل وفلفل اسود. وعندي هاي البصلة بدي اقلي فيها الشاكرية اخر شيء. نحن هاي طريقتنا هيك بحمص. ورح ساوي هاي الشاكرية هالمرة بجميد الاردني، اجاني هذا من جيران الاردنية، فقلت بدي اعمل شاكرية فيه. وعندي هون كمان لبن بقر ولبن غنم، بدي اكسر الجميد فيهم. وجهزت هون الطنجرة، هلا بدي اقطع اللحمة واسلقها واطبخ الرز والبرغل. لحمي ما غسلتها أبداً، نظيفة وبتشهي، بس منشوف إذا عليها وبر نرفعه. هلا بدي أحط اللحمة على النار، بدي هلا أحطه على نار قوية لحتى يبلشوا هيك ياخدوا لون ويتقلوا، وكمان هيك بتروح الزفرة. بعد ما أقليهم شوي على نار قوية بخفف النار لتحت الوسط بشوي. بدي أحط ماء ساخن كمان هون بطنجرة، حتى لما بدي أضيف الماء تكون ساخنة، ما تتغير حرارة اللحمة وتشد على الاستواء وما تستوي معنا. بدي كمية منيحة من المي بضيفها فوق اللحمة لحتى تستوي تمام، وكمان لما بدي اطبخ فيها الشاكرية والرز والبرغل. هون بنقلل اللحمة، هلا نقلبها حتى ما تلزق. وهون نقلل اللحم. هاي الطريقة لسلق اللحم بتاخده طعمة مميزة، بضل هيك لونه زهر حلو. هلا بدي جهز للبن، حط الجميد، عندي هون لبن غنم بدي اضيفه كمان. اللحمة اسا عم تتقلى، بجهز لبن الشاكرية لبين ما تغلي المي كمان. هذا ما بده لا بيضة ولا نشا ولا شيء، لأنه الجميد ما شاء الله لحاله بيعطي تماسك، بالعكس رح تكسروه بمي ما تسمكوا وما رح يفرط إن شاء الله. عندي كمان هون لبن بقر، بدي أرفع الوجه. بس هذا مشان يطلع ناعم جبت هاي المصفاي، بدي نزله. ما راح احط كل الكمية، شوفوا كيف بتطلع كريمة. هاي البرغلة كلها بتطلع الآن بالمصفاي من جوا، ما بتنزل معكم هيك، ما بتحتاجوا لا لخلاط ولا لشي. هيك اللبن عنا صار تمام. هلا بس بدي اخفقهم مع بعض شوي. هلا ما راح اضيف عليه ابدا اي شيء، بديره على النار. وبس اللي غلي واستوت اللحمه باخذ ميه اللحمه وبضيف عليه، او بتحطه مع عادي اللي ما بحب ميه اللحمه، وفيكم تحطوا نص بنص كمان كله بيصير. فين انا ما ضفت هون لا بيضه ولا نشا ولا شيء، جميد لحاله مثل ما قلت لكم بيعطي كثافه وقوام بدون اضافه هدول المكونات. وهي اول مره بجرب انا الشاكرية بالجميد وبدون إضافة نشا وبيض، ومتخيلي النتيجة اللي رح تطلع واو. تابعوني لحتى نشوف النتيجة مع بعض.
شوفوا اللحمة كيف صارت، شايفين كيف أخذت هيك لون حلو شهي. هلا المي غليت، وأغرب منها ضيف فوق اللحم. بسم الله، بأول نار فوق اللحمة، يعني كنت عم قليها على نار أقل من الوسط، ورجعوا ضيفوا هون مي، خليها عم تغلي. إذا نقص مي على اللحمة بترجعوا بتضيفوا ساخن. خلي هون اللحمة لحتى تغلي ميتها مزبوط، برفع إذا في زفرة، وهون رح أرجع حط مي. بالنسبة للرز رح أنقعه بكير شوي، حتى لو النقع فيني صفيه وأتركه هيك ينشف، حتى بيطلع مفلفل أكتر إذا نشفتوه بعد النقع. هاي الرز نقعته بماء دافئ، رح خليه هيك لمدة ساعة لحتى تتفتح حبة الرز. وهون البرغل ما شاء الله، هذا برغل نظيف من عند أهلي، شايفين كيف حبته بتكون، لا خشن ولا ناعم، ومنقى نظيف ما بده شيء، بس مستناه لتغلي مية اللحمة لأطبخهم فيه. وهاي البصلة بدي أفرمها ناعم لحتى أقلي فيها الشاكرية، ويفضل تكون سمنة طيبة حيواني، يعني ما بنحط زيت، سمنة يا نباتي يا حيواني أو مخلوط من اثنين، وإذا كان حيواني بيكون أفضل. هون اللبن بدي حطه على النار ديره، حتى لو ما اللحمة استوت وهذا غلي قبل، فيني طفي تحته وخليه على جنب، بعدين برجع بشغل النار وبضيف ماء ساخن وبلش بحرك. بشوفكم كيف شغلت تحت اللبن والجميد، مستمر بالتحريك حتى ما يفرط معنا. ممكن نكسره بهاي المي اللي عم تغلي هون كما شايفين، او مية اللحمة. هلا بلشت هون تغلي عندي مية اللحمة، برفع هاي الزفرة، كل شيء لحم دجاج او لحم غنم او عجل او اي شيء فيه عظم بيطلع هاي الزفرة، بينما اذا كان مخلي زفرته كتير بتكون قليلة. مثل ما بتعرفوا اذا كانت اللحوم بالعظم تطلع ازكى واطيب المرقة. هذا رح ضيف المطيبات يلي ذكرتها من شوي، ما رح ضيف هلا ملح، قريب تستوي بضيف الملح، اخر هيك شي ربع ساعة نص ساعة. واللي بيحب يحطها بطنجرة الضغط هذا شيء اختياري، انا بحب اتعامل معه بصراحة. هلا بغطيها وبتركها. خليت الجميد هوني واللبن على العين الكبيرة، لانه هاي كتير هيك ضعيفة، خليت المي هناك وهون اسرع بيصير. هلا انا بحرك هيك شوي بوقف، بتضلي مستمرة يعني هيك، مهم انه ما تتركوا هيك، كل 15 ثانية برجع بحرك. بس لما بتشوفوا الحواف هيك بلشت تغلي تظهر، هون بتبلشوا تحريك تحريك ما بتوقفوا، تمام. هلا غلي عندي هون اللبن، ما رح اضيف له من مية اللحمة كل الكمية، رح اضيف من هاي المي اللي هون وبعدين اضيف من مية اللحمة، تمام؟ هلا بضيف وبحرك. بسم الله، هلا شوفوا قوامه ما شاء الله، بشهي ناعم متماسك. بحط مغرفي ثاني وبحرك، ما رح اضيف هلا ملح ابدا لانه هو بيكون الجميد مالح. بستنى هون اللحمة لتغلي بعدين نضيف عليه. هلا شو رح سوي؟ خليه يقلب قلبي مع هاي المي وطفي تحته، وبس بدي اضيف المي برجع بسخنه وبشغل النار من جديد، تمام؟ هلا بدي احط سمنة، معلقة كبيرة، عندي هون بصلة فرمت بهي الطريقة عشان اقلي فيها الشاكرية، بس اول شي بسخن السمنة بعدين بضيفها لهي. رح ذوب هلا السمنة، ريحتها بتشهي عن جد، سمن الحيوانة لا قبل ولا بعده.
بيفرق طعم الاكل 180 درجة. هلا رح نزل البصلة. بسم الله، خليها هيك على نار هادية، ما رح ضيف لها ملح للبصلة، هي بتدبل، بس نخفف النار شوي، نتركها هيك على مهلها لتاخذ لون ذهبي. نشوف هلا اللحمة، انا حطيت لها ملح، ما شاء الله استويت. ومشان نحافظ على لونها، اذا حابين تحطوها على فوق الرز او البرغل، يفضل تغمروها شوي بالمي حتى ما يتغير لونها وتاخذ هيك هواء وتصير لها طبقه سودي، هذا اللي بيخلي اللحمه يتغير لونها اذا ما انغمرت بالمي او اذا انكشف عنا الغطاء. تمام، هلا بدي اخذ من هاي المي، حط فوق اللبن هون مثل ما قلت حتى نكه الشاكري، وبدي اطبخ منه الرز والبرغل. حطيتهم مية اللحمة فوق اللبن، زودتهم، وهلا بضيف اللحمة اللي سلقتها. بسم الله، هي نزلنا اللحمة، خليها تغلي. حطيت هون مية اللحمة، بدي اضيف ملح عشان اطبخ الرز. هلا بنزل الرز يلي صفيناه، وبشوف اذا نقص مي برجع بحط مي عادية. انا عم بغلي مي، لازم يكون مي مغلية، ما تغيروا من حرارة المي اذا عم تطبخوا شي حتى يستوي معكم صح. صور الرز ما بده مي، شايفين غمر الرز، تكون المي. هلا بتركه على نار قوية يغلي، بس اللي بلش يشرب المي بنوص النار على الاخر وبغطيه، بتركه يتهدى. نشوف البرغل هلا، هو الاحسن نغطيه من هلا حتى يحبس بخار، قريب هيك ينشف المي، بنوص النار على الاخر وبتركه يتهدى لحتى يستوي تماما على البخار، بس بهاي المرحلة تكون النار قوية جدا. بالنسبة للبرغل حطيت هون مي، مية السلق بس ما بتكفي، بدي اضيف عليها مي عادية. بسم الله، بترك المي لتغلي، وهلا بدي احط ملح كمان. مية السلق ما بتكفي، ضفنا مي عادية ما فيها ملح. حرك هاي الأكلات طيبة وبتدفى وسهلة، خرج العزايم. راح أغطيه لبين ما يغلي، بعدين نحط البرغل. عادي بقلي البرغل، بس هلأ ما عاد عندي وقت، راح أعمله تقلاي آخر شي بعد ما ينطبخ. غلت مية البرغل، بدي نزله هلأ. بسم الله بتصور كمان مي ما بتدوق اكتر من هيك. هلا كمان بتركه على نار قوية حتى يغلي ويشرب شوي من المي. نشوف هون الرز، شوف الرز كيف بلش يشرب المي بهاي الطريقة. هلا بس بعمله تقليبة بسيطة بالمعلقة بالشكل هاد، نوص تحته وبتركه لحتى يشرب مي ينطبخ، بس بقي اني قليه هو البرغل. هلا عندي اللحمة نكهت باللبن، بدي اقليها هلا بالبصلة بعد ما اخذت لون هذا الشكل. بسم الله، هاي بتعطيها النكهة الطيبة. عادة بنغرف شوي من اللبن، بننزل كل شيء الآن بالمقلاي. لو تقدروا تشموا الروائح، عن جد شي بشهي. هاي الأكلات أنا بحبها بصراحة كتير. شوفوا الجميد أو اللبن معه كمان، ما نفارط أبدا، متماسك، ياخد العقل. وبيحب أسمك من هيك في قلل كمية المي يلي حطيناه، وهيك بتكون الشاكري جهزت. بدي أقلي لوز، وبدي أقلي الرز والبرغل، بدي أحط شوية سمنة. ما تفكروا السمنة كتيري لاني ما قلت لا الرز ولا البرغل. حط لوز، بتركهم لحتى ياخدوا هيك لون ذهبي خفيف، وبرفعهم هن بياخدوا هلا من حرارة السمنة. هلا رح نشوف البرغل، شوفوا كيف بلش يشربنا المي، بس بعمله تقليبة. هلا بدي احط عليه رشة فلفل، انا بحب احط فلفل بقلبه.
فيكم تحطوا بقلب الرز، بس الرز رح احط على الوش. هلا شو بدنا نعمل؟ بنغطي ونحطه على عين صغيرة أصغر من هاي الكبيرة، بدي انقله لجوا أنا وخليه لحتى ينضج تماما وبعدين بقليه آخر. شو بشوفكم كيف؟ بعد ما رفعت اللوز هاي السمنة بدي أرجع سخنها هيك شوي وضيفها فوق الرز وفوق البرغل. هلا عندي الرز استوى، قلتله أنا هاي هداية الرز ما يلزق شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي شوي للبرغل نزكي. غطيهم وبتركهم بس هيك 3 دقائق ليتهدوا. هلا صار وقت السكر. روائح بتشهي. يوم الاكلات شتوي بامتياز. وجنبها الرز المفلفل والبرغل. شوفوا الرز كيف طلع مفلفل بشهي، بس نقلبه شوي. بدي اسكب هلا السكبه لجيراننا ندوقهم الشاكريه السوريه على طريقتنا، حمص طريقه الاهل يعني. بتعرفوا اهل الاردن مشهورين بالمنسف، فحبيت هيك غير لهم شوي وشوفهم طريقتنا، بس استعملت هالمره الجميد لاول مره مع اللبن. بس رح احط رشه فلفل اسود، ما رح كتر شوي بهذا الشكل. بدنا نحرك البرغل. شوفوا ما شاء الله بشهي فلفل. بسم الله. بنزين باللوز. خليت شوي من اللحم مشان البرغل بيطلع هيك شكله حلو. دول لأنه كمان هون. وهاي أكلات اليوم صاروا جاهزين. والله بتمنى تكونوا معنا وهيك تدوقوا من هاي الأكلات. وجنبهم هيك حطيت صحن خضرة مع مخلل، يعني بيكسر هيك شوي. من فترة 10 أيام جبت هدول المشتريات، قلت هيك لازم لي كم غراض. جبت هاي الزبدية البايركس، طبعا بتدخل الفرن، وأنا نفس الوقت جبتها مشان إذا بدي أسكب فيها شغلات فيها هيك شوربة أو مرقة، وكمان إذا بدي أعمل هيك عجين كاستين ثلاثة كمان حجمها مناسب. جبت كمان هاي الصينية كمان بتدخل الفرن، وحبيت هيك لون الأبيض ومناسبة لمثلا 3 أشخاص أو 4 إذا بدي أعمل هيك شغلة. جبت كمان هاي المصفاي لغسيل الخضرة وبتقعد هيك على المجلة. وجبت كمان هدول الفوط، حبيت كمان ألوان جايين هيك ست مع بعض 3. وهي الفرشاي لغسيل البطاطا. والله هي ظريفة للمجلة للمغاسل وهيك شغلات، يعني بتزبط لكل شيء. وجبت كمان هذا الشيكر إذا بدنا نعمل هيك مشروبات باردة بالفواكه، سموذي أو شيء. كتير كمان ظريف، ومن زمان حابة يجيب هاي القطعة، خصوصا بالمطاعم والكافيهات بيشهوا الواحد وهن عم يشتغلوا ويقدموا في المشروبات الباردة. فقلت بدي أجرب فيه واستعمله بعدين قدامكم. جبت كمان صانع القهوة التقليدي معروف، أو بيقولوا على المواقع كلاسيك إسبريسو أند موكا كوفي ميكر. هو من الألمنيوم ومطلي هيك بألوان من برا، فهيك حبيت اللون الأحمر. كان في أسود وأزرق والنهدة، فحسيت هيك الأحمر مميز. وهون كل شي بيجي معه جارنتي أو ضماني لمدة سنة أو سنتين، طالما ما في ميكانيك فبحس يعني ما في داعي لك شغلات. وجبت كمان هاي الطنجرة الكيوت إذا حابة هيك استقحبة بطاطا أو
مثلا بيض، او ممكن اطبخ كاسة رز او برغل او اي شيء هيك، او صوصات مثلا كتير ظريفة وحجمها هيك حلو. كمان جبت بريق الشاي هذا بيركس، وهيك عندي انا من قبل واحد بس هيك حبيت انه كمان جيب هذا الشكل، وسعره ما كان غالي يعني 4 دولار. يلي جبته اول ما اجيت كان اغلى بكتير، فهيك لقيت هذا سعره لقطة. وجبت كمان هذا الورمر بنحط هيك فوقه برقان حتى تضلها محافظة على سخونتها، كمان رائع على الشمع هذا، واللون هيك لقيته ظريف بالنسبة كمان للغطاء اللي فوق، مناسب لبريق المشاريب الساخنة الشاي أو الزهورات خشب اتنيناتهم. أنا نقطة ضعفي بصراحة مشتريات المطبخ، يعني وين ما بروح ما بطلع إذا ما أخذت قطعتين ثلاثة أقل شيء، فبتحسوا هذا يعني بدم كل ست بيت المشتريات الخاصة بالمطبخ أو البيت والإكسسوارات. يعني شو رأيكم بالمشتريات؟ أعطوني رأيكم بالتعليقات، وأي قطعة حبيتوا أكتر شيء. حاب يكون في تفاعل أكتر على القناة، ويلي مو مشترك بالقناة وعم يحضرني أول مرة بتمنى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد. وهلأ رح شوفكم طريقة لتقديم الشاي، وطريقة لكمان عمل السكر بنكهات. هون كتير مشهورين بأنواع وأشكال السكر بإيران، وعندهم هذا الورد المحمدي، بيقولوا قول محمدي، عن جد يعني كتير هيك مميز، بيحطوا له كل شيء. يعني لما بيطبخوا طبخة يعني بياخدوا هيك شوي من الورد أو ماء الورد من أعواب الزعفران، بيعطي نكهة عن جد مميزة. وما عداكم ماء الورد يعني مفيد جدا للبشرة وكمان للشعر، يعني كتير بيدخل كمان مستحضرات التجميل، وهون بيزرعوه بكثرة. وهلأ رح أشوفكم طريقة لتقديم الشاي بالورد نفسه. بناخد كمية من السكر قد ما بتكون، بحطها بدي أطحنها، وبحط شوي من ورق الورد المجفف الورد المحمدي، تمام، لحتى هيك أخذ طعمي ولون حلو للسكر. بعد ما أطحنهم باخد حاجتي وبسكب الشاي. فيكن تقدموه بهاي الطريقة تاخدوا نكهة الورد. الطريقة الثانية، رح نحتاج لماء الورد، رح أضيف فوق هاي الكمية اللي طحنتها من السكر والورد شوي لحتى ترطبهم. هدول بدي أعملهم بقوالب مشان ناخد هيك لون وردي حلو، رح حط شوي من ملون الطعام الزهر هيك نقطة بسيطة واخلطهم. فيكن هيك تحفظون بعلبي إمت ما بدكن وحابين تقدموا الشاي لضيوفكن، بتاخدوا هيك قطعتين من السكر وبتحطوهم بالفنجان إذا حابين يضيفوا سكر للفنجان، كمان بتطلع هيك شكلا حلو وبطعمة الورد. فيكن تحطوهم بأي قالب متوفر عنكن، ولازم يكون هيك فيهم شوية رطوبة لما أضغط عليهم يجمعوا مع بعض، تمام؟ إذا ما كانوا هيك ما راح تمسك معكن، راح تضلها فارطة. هلأ بعبيهم بالقالب وبمسدهم بأي شيء، أنا عندي هذا السكريبر لحتى هيك ياخدوا كلهم نفس المقاس، وبتركهم هيك يجفوا بجو الغرفة يعني لمدة مثلا ربع ساعة نصف ساعة، بتروحوا بترجعوا بتلاقون متماسكين وأحلاهم، بصير هيك مثل عندهم سكر القند، بيجي مربعات بيضة وبيضيفوا للشاي. كمان هذا نفس المبدأ بس له هيك لون وطعم الورد. شايفين شكلهم أحلى ومتماسك، وهيك منظر الحلو عن جد لتقديم السكر مع الشاي أو مع أي مشروب. وهلا رح شوفكم كمان عندهم هذا سكر النبات، بيجي بهذا الشكل، وكنا عم نشتري هيك بنكهات، فقلت هيك بدي أعمل نكهات أنا بالبيت نفس المبدأ. إذا كان متوفر عنكم بدول مثلا عربية أو غربية هذا النوع وحابين تنكهوا، عملوا هاي الطريقة، وفيكم تقدموا كمان لضيوفكم بعدة نكهات. ويلي ما عنده سكر نبات بهذا الشكل في يجيب سكر نبات العادي اللي بيجي هيك عبارة عن قطع مكسر، كمان فيكم تعملوا هاي الإضافات عليه وتنكهوا. هون حاطينه يعني بنكهة القرفة. أول شيء أنا كنت عم بخ مي حتى يعلق عليه،
مي عادية، وبعدين بحط كل إصبع من السكر وغلفه ب أي نوع من النكهات. عندي كمان هون هيل طحنته مشان يطلع هيك ناعم، عم نخلو لحتى تخلص من الخشن. وكمان نفس الشيء بنحط مي عادية بالبخاخ، بنرش على سكر نبات ونحط عليه النكهات اللي بدنا إياها. أكيد في ناس متعودة تشرب الشاي بدون سكر، وفي ناس ما بتقدر تستغني عن السكر، فحبيت شارككم بهذا المقطع وشوفكم هون الثقافة يلي بيعملوها لتقديم السكر وتزيينه. أنا بالنسبة لي ما بقدر أشرب الشاي بدون سكر، وهيك القهوة بتقبلها المتي، الحليب، الزهورات، أي شيء، لكن عن جد الشاي ما بقدر بدون سكر. طحنت شوي من الورد المحمدة، وهلا رح أحط بدل مي عادية مية ماء الورد حتى أعزز النكهة أكتر. بخ على سكر النبات وبغلف ببودرة الورد. طبعا بودرة الورد فيكن زينو فيها حلويات مثل رز بحليب أو محلاي أو مثلا وصفات حلو باردي أو بسبوسي. يعني في ناس بتحط هيك الزرار منظر وبتنكب، حطوا الورد حتى تستمتعوا بنكهته، عن جد مميز بيطلع. شو رأيكم هيك بفكرة تقديم السكر مع الشاي أو المشروبات؟ كمان فيكم تنكهوا بالزنجبيل المطحون. كمان رح أسوي واحدة قدامكم. وفي أشكال كتير للسكر هون، يعني في شيء هيك سكر مكرمل عليه نكهات، في شيء بالزعفران بالهيل بس، في شيء سادة، وعندن يعني السكر العادي استعماله قليل. فاعتمادن على هاي الأنواع من السكر، حتى القند بيحطوها لقطعة السكر بيتمون وبصيروا بيشربوا الشاي هيك بتصير بتدوب على مهلة. بس أنا ما حبيت هاي الطريقة، بحس إنه نتناول كمية كبيرة من السكر ونفس الوقت يعني ما بستمتع. يعني حسيت إنه لا، نحط السكر العادي يغلي مع الشاي أطيب، ونضيف هيك مثلا قطعة من القرفي أو هيل أو ورد، أو ممكن نحط السكر نبات يعني بهاي الطريقة، يعني بتحسوا هيك صار خرج المزمزة. هلأ رح أسوي قدامكم طريقة عمل السكر المكرمل يلي بضيفوه كمان للشاي. حط كوب من السكر بتركه لحتى يدوب، يفضل يكون وعاء غير قابل للحرق، يعني يا جرانيت يا أما ستانلس، بس ألمنيوم ما بنصحكم. عندي هذا القالب سيليكون بدي أسكب فيه، وعندي هيك مطيبات حسب الرغبة، قرفي، زنجبيل، هيل، زعفران، مسمار، اللي بدكن يا. مجرد يدوب السكر مثل ما شايفين بشكل كامل بسكب كمية داخل القوالب، ما تكتروا حتى ما يصير كتير لما بدنا نضيفها للكاسة. وقبل ما يمسك السكر ويجمد بدكن تلحقوه وتحطوا المطيبات. أنا حطيتها قسم صحيح وقسم مطحون حسب الموجود عندي. حطيت مسمار أو كبش رنفل وحبي من الهيل، وهلا عم حط زعفران إن توفر، شو ما ضفته، شوي من القرفة المطحونة أو بتحطه هيك عود صغير، وكمان زنجبيل حسب ما بدكن. أنا بس مجرد ما أعطيكم فكرة. كمان حطيت كركديه أو بيقولوا هون شاي ترش، وورد يعني حسب ما بدكن. 10 دقائق ما بشوفها غير تماسكت، فيكن تستهلكوها. ومشان تحفظوها يفضل بعلبي وعلى البراد، لأن السكر ببلش هيك بيدوب وبيسيح إذا كان الجو دافئ أو حار بالبيت. تمام، لازم يكون جو بارد كتير لحتى يتحمل يضل محافظ على شكله، بينما إذا الجو حار يفضل تحطوه بالبراد. وكل شيء هيك زاد من السكر حطيته بهذا القالب، وحطيت ورد وفي شيء ضفت عليه هيك جليتر ذهبي، طبعا هذا جليتر غذائي خاص بالتزيين.
عملت شاي وقلت بدي أجرب السكر قدامكم. طبعا أنا ما عملتهم بنفس اليوم، كل يوم كنت أعمل نوع لحتى خلصوا دول الأنواع معي. أخذت واحدة من السكر المكرمل راح أضيفها للشاي، حتى فيكم تعملوها مع الحليب إذا سخنتوا حليب وحابين تنكهوا هيك بنكهات، فيكم تحطوا كمان هاي القطعة من السكر. كمان راح أحط من قند الورد زر ورد، يعني بس هيك مشان أشوفكم الطريقة. شو رأيكم بهيك أفكار؟ بتحبوا كمان تتعرفوا على هاي الشغلات الجديدة ومهتمين فيها؟ اكتبوا لي بالتعليقات، واي نوع حبيتوا اكتر شي وحابين تجربوه كمان اعطوني رأيكم. واذا حابين دائما صوركم شغلات هيك جديدة مميزة وعرفكم على ثقافة البلد كمان اكتبوا لي لحتى اعرف واخد من التعليقات شغلات وشوفكم اياها. في كمان هذا السكر بنكهة الزعفران، هذا جايبته جاهز كمان، طعمته طيبة ولذيذ. رح شارك معكم هيك بتحضيراتي لسهرة. هذا الفيديو ببيت القديم، السنة الماضية أنا وقفت القناة شوي ودول الفيديوهات كنت محتفظة فيهم، وقلت هيك بشارككم ببعض الأفكار. هون عم حضر، بدي أعمل قشطة مشان الكنافة، حطيت لترين من الحليب، بدي خليهم هيك يسخنوا شوي وضيف عليهم شوي من الخل. هاي القشطة تنفع لكافة أنواع الحلويات، يعني مو بس للكنافة، وأنا منزلتها بقناتي كتير. حطيت قدر ربع كاسي من الخل الأبيض، والحليب ما غليته لأنه هو مغلي مسبقا، أنا بس سخنته تسخين. شوفوا مباشرة بيفقس عنا. هلأ رح غطي واتركه لحتى جمع كمية كبيرة من القريشة، بعدين بنحطه بمصفاي أو بقطعة قماش حسب أنتو ما بدكن. وراح نحضر مرحلة تانية أكيد القشطة، لأن القريشي ما بتكفي. في ناس بتعمل الكنافة بس بالقريشي، بس أنا حسيتها هيك بضلها قوامة يعني فارط مبرغل. الأفضل إنكم تعملوا معاها طبقة مهلبية هيك لحتى تمسكها وتعطيها قوام وطعم طيبة. هلأ لبين ما تصفى عندي القريشي راح أحضر الخطوة الثانية. بوعاء راح أحط 2 كوب من الحليب، وفوق معلقتين طعام من السكر، ومعلقتين طعام مليانين من النشا. بحركهم على البارد، بعدين بحطهم على النار وببلش بطبخ فيهم لحتى تمسك معنا المحلاي. بحط ماء زهر حسب الرغبة أو ماء ورد بدكم اياه، بس أنا بفضل أكتر ماء زهر بالنسبة لي، وهذا اختياري. في ناس تحط بس فانيلا. بعد ما ينطبخوا بحط فوقهم القريشي اللي صفيتها، بدي اخلطهم على الخلاط هيك شوي لحتى ينعم معي الخليط. وهلا يا بضيف فوق علبه من هاي القشطه اللي وزنها 170 جرام او اللي بتجي وزنها 200 جرام هيك مثل الكريمه. انا ما راح احط من هاي القشطه، راح احط القشطه الجيمر. كتير حابه اجربها مع الكنافه، بس مع انواع تانية ما بتنفع، بتطلع هيك سوائل منها وبتفتح العجينه. بما انه الكنافه هيك مرصوصه رص فحطه جيمر. وفي عندهم هون كمان سر شير راس الحليب او وش الحليب بنقله، كمان طعمته طيبه. خلي هيك القشطه تبرد تتماسك بالبراد، بنغطيها حتى ما يتكون لها هيك قشره. هلا بدي افرد عجينه الكنافه. الكنافه طبعا جاي مفرزه، بنجيبها هيك من محلات عربيه. وهلا بدي فكفكها عن بعضها. انا بحب اعمل الكنافه بهي الطريقه، منزلي طريقه مفصله لعمل الكنافه من اكثر من سنتين بقناتي، اذا بتحبوا تشوفوا الرابط بالتفصيل بصندوق الوصف. رح اعمل هيك بصواني صغيره واقدمهم. وطبعا الكنافه لازم اذا كانت ناشفه بخبخوها بمي. هلا هاي لقيتها منيحه، ما احتجت بخلها مي ابدا، بس فيها كان هيك شوي من العقد. هاي العقد تعطي تعظيمي على الأكل، فبنصحكم إنكم تتخلصوا منها وتشيلوها. تفكفكوا خيوط الكنافة كلها عن بعض لحتى تصير كلها هيك خفيفة، ونقدر نفردها بسهولة بصواني الكنافة. مثل ما واضح عليكم صواني الكنافة أنا استعملت الألمنيوم، وعندي هاي إنحاس، هذا جابته معي من سوريا،
بس في منهم هون ألمنيوم، بس الكنافي بصدر النحاس عن جد بيطلع غير. بدها الصينية بمعلقة سمني وتكون هيك سمني حيواني طيب، وبفرد طبقة من عجينة الكنافي بهذا الشكل. بعد ما وزعت هيك طبقة، أهم شيء ما يضل في عنا هيك مسام حتى ما تطلع القشطة وتلزق. فيكن تحطوا بدل القشطة جبني، أو فيكن تحطوا ميكس قشطة وجبني كمان كله بيصير. جبني طبعا بتمط، إما عكاوي أو حلوم أو موزاريلا، كونوا محليين مسبقا. بحط القشطة وما بوصل للأطراف، لأن بدي أرجع حط طبقة تانية من الكنافي وأضغطها لما بدنا نكبسها حتى ما تطلع القشطة لبرا. فخلي القشطة هيك لجوا شوي، وبتحطوا طبقة الكنافي التاني وبترصون. هلا أنا رصيتهم هيك الصواني كلهم فوق بعض، وحطيت فوقهم طنجرة فيها مي. صدقوني هي أسهل طريقة لتشكيل الكنافي، ما بتعذب وما في داعي تدمجوا السمني بالعجينة وتفردوها. هاي طريقة سهلة بتوفر عليكم حتى سمني أكتر. رصيتهم هيك الصواني كلهم فوق بعض، وحطيت فوقهم طنجرة فيها مي، يعني شغلت نصف ساعة بكفي. بعدين بدهنهم كمان بمسحة سمني على الوجه لحتى تاخد هيك لون ذهبي حلو. كون مشغل الفرن على درجة حرارة أعلى شي عنا 250-300 حسب الفرن، وبنخلي الكنافة بالرف الوسط، بنشغلها من تحت بعدين بنشغلها من فوق، أو إذا بشتغل عن كل فرن فوق وتحت بيكون أفضل. طبعا أنا كنت محضرة قطر من قبل شيرة باردي تكون تقيلي شوي. بعد ما تطلع الصواني بحط القطر عليهم. هون كمان عم جهز بعض النقرشات، قشرت جزر وعم قطعه هيك الأصابع. حلو هيك يكون يعني جزر مقطع بهاي الطريقة، مو محطوط مثل ما هو. حطوا هيك كمان كاسات حلوة هيك تجذب وتفتح النفس أكثر، فوائد الجزر كبيرة. كمان حطيت تفاح وفريز وموز، وبدي كمان أقطع أناناس. يعني هيك فواكه إذا قشرناها وقدمناها. هلأ الرمان كمان بدي أفرطه وقدمه بالكاسات، بياكلوا الضيوف ونفس الوقت ما بنتعذب قدامهم إذا بدنا نقشر، وشكلهم هيك بيطلع مرتب. ويعني هني بتعرفوا موجودين، وخاصة يعني هيك شغلات صعب تقشيرها وتفريط الرمان، فالأفضل نقدمه بهاي الكاسات. يعني أفكار بسيطة وسهلة غير معقدة لتقديم الفواكه. وهي الأناناس شو رأيكم بشكلهم؟ كمان رح أحطهم مع جات التفاح والموز. في أشكال كتيرة لتقديم الأناناس، بس أنا اخترت طريقة حلوة وسهلة ونزلتها من قبل بقناتي، ومستعملة هذا المقطع كمان بس حابة أذكركم فيه. الرمان فرطناه كمان، حطيناه بالكاسات جنب الجزر، وجهزت المتي كمان ومعها هيك مطيبات. حطينا هيك المكسرات. الكنافي بعد ما طلعت من الفرن أنا خليتها تقريبا يعني آخر وقت، وأنا عم حضر لضيافي إنها تطلع هيك تضلها ساخنة. حطينا قطر بارد أو شيرة محضرة مسبقا تكون تقيلي، وطريقتها كمان بصدوق الوصف يلي بيحب يشوف على كافة كمان أنواع الحلويات. هذا البريق اللي عم قلكن عنه يلي عندي اياه جبته اول ما اجيت، هذا حقه حوالي 15 دولار، بينما يلي جبته 4 دولارات. وحطيت شيبس، وهي كانت السفرة. كمان كان عندي بداك الوقت معمول الحليب المكثف، كتير حبوه ولذيذ، بس بصراحة الكنافي غطت على كل شيء. يعني بتحسوا الكنافي هي من اطيب من اطيب من اطيب انواع الحلويات بالنسبة لي. وانتو كمان اعطولوا رأيكم شو اكتر نوع حلو بتحبوه بالشتوي او برمضان. قطايف، كنافي، بقلاوة، اصابع زينب، عوامي، مشبك، يعني شو اكتر نوع. كل الطرق اللي ذكرتها انا منزلتها بقناتي بشكل مفصل، اذا بتحبوا بترك لكم روابط صندوق الوصف. بالنسبة لنا النمبر 1 هي الكنافي، وانتو اكتبوا لي بالتعليقات شو اكتر نوع حلو بتحبوه. شوفوا الاطباق اللي استعملتها، هاي كلها كانت بداك البيت. هيك في صواني الفضة، الكريستال،
في السيراميك. بس هذا البيت الجديد اضطريت كتير اشتري لان ما في كان كتير غراض، وصحاب البيت اجروا على حاله. يعني هيك مرات الواحد يعني بيضطر. هلا البيت ما شاء الله كامل من كل شيء هذا الجديد، وبس غراض المطبخ كانت قليلة. طولت عليكم، بعتذر كتير، صار لازم ودعكم. بتشكركم كتير على دعمكم وكلامكم الحلو يلي دائما تكتبوا لي اياه، وبيسعدني لما بقرأ. ان شاء الله يكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله يكون الفيديو هيك خفيف الظل. واذا حبيتوه بتمنى تحطوا لايك وتشاركوا المقطع مع اصحابكم، ويلي مو مشترك بقناتي بتمنى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات على الكل حتى يوصلكم كل شيء جديد. بشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. سلام.